أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، وبعد الترحيب والجولة في أبرز الأخبار نأتي نفتح موضوع التسوق الإلكتروني، ومعنا المهندس والأخ العزيز المهندس المعلوماتي خالد عبد اللطيف. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك دكتور. حياك الله. أهلا وسهلا المشاهدين. الله يسعدك يا رب، دائما نور شاشتنا في هلا اسطنبول، وهالمرة يعني سعداء بك في صباحك مسك أستاذ خالد. الله يكرمكم أستاذ خالد. التسوق الإلكتروني طبعا بدون شك كثير منا الآن يعني يستخدم التسوق الإلكتروني في كثير من شراء أغراض وحاجياته، خاصة هنا في تركيا، وربما أيضا ازداد أكثر في عند الكورونا. متى بدأ التسوق الإلكتروني إجمالا حول العالم؟ طيب، اولا لازم نفرق بين التسوق الالكتروني والتسويق الالكتروني. في ناس احيانا تفرق بين التسوق الالكتروني والتسويق الالكتروني. في فرق كبير بين التسوق والتسويق الالكتروني. التسوق الالكتروني هو شراء سلعه عن طريق الانترنت، يعني بدون اي وسيط، بدون اي عائق بينك وبين البائع. بيكون البائع نشر سلعته عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عن طريق الإنترنت، وأنت بتشتري السلعة بدون أي عائق بينك وبين البائع. التسويق الإلكتروني هو نشر أو ترويج لسلعة معينة، ما شرط انك تشتريها عن طريق الانترنت بشكل مباشر، لا، ممكن فقط انه تشوف السلعة وتاخذ عنها فكرة وتروح تشتريها من المتجر. فهذا لازم نفرق بين التسويق الالكتروني والتسوق الالكتروني. جميل. اذا التسويق الالكتروني هو الترويج، اما التسوق الالكتروني هو الشراء عبر الانترنت كما ذكرت، بدون الحاجة الى اي وسيط، بدون الحاجة الى الذهاب الى المتجر وغير ذلك. صحيح دكتور. متى بدأ هذا؟ بدأ التسوق أو التسوق الإلكتروني فعلا بداية من موقع أمازون. تقريبا كان في عمليات فردية قبل الأمازون، بس بدأ الأمازون ببيع الكتب في 1992. بدأ ببيع الكتب عن طريق الإنترنت، ومن بعدها بدأ البيع الإلكتروني أو التسوق الإلكتروني بدأ يتطور شوي شوي. فطبعا أمازون إمبراطورية حاليا، يعني تعتبر دولة تقريبا بحجمها وتنوع المنتجات فيها. إذا نحن نتحدث عن، خلينا نقول، ظاهرة تعتبر حديثة نسبيا، يعني 30 سنة كما تفضلت يعتبر هذا عمر التسوق والشراء عبر الانترنت، ومع ذلك نحن الآن وصلنا إلى مرحلة أنه يعني حتى الأشياء العادية والبسيطة، حتى الطعام والشراب والمنتجات الغذائية تشترى عبر الانترنت. خلال عامي الكورونا، كيف ساعدت الكورونا وموضوع الحجر الصحي وصعوبة الوصول إلى المتاجر أو الخوف من الذهاب إليها لأسباب صحية وغيرها، كيف ساعدت على انتشار التسوق الإلكتروني؟ الكورونا صحيح كان لها أثر سلبي جدا على البشرية بشكل عام، ولكن كان لها أثر إيجابي بشكل جيد على التسوق الإلكتروني، بحيث انه اتاح للناس، الناس قاعدين بالبيوت على كل الاحوال، فاللي محتاج اي سلعه صار يشتريها عن طريق الانترنت، افضل ما يروح للمتجر، احسن ما يروح للمكان ويصاب بالكورونا او حتى بفتره الحظر. في بعض الدول، انا بحكي عن تركيا، صار في حظر لمده ايام، احيانا لمده اسابيع، فصار لازم واحد يتسوق عن طريق الانترنت، ما في مجال بشكل اخر. وحتى بنشوف ببعض المواقع والتطبيقات التركيه كانت فقط تسوق عادي، تسوق للسلع الكبيره، مثلا تسوق للسلع الالكترونيات وكذا. صار فيها تسوق للسلع الاساسيه اللي هي مثل السلع الماركت، يعني الماركات العاديه اللي هي التسوق السريع بيسموه.
نعم. فأثرت بشكل كبير، كورونا أثرت حقيقة بشكل كبير، وأنا أعتبره بشكل إيجابي حقيقة. طيب أستاذ خالد، يعني نحن نجي شوي على بعض السلبيات، هل يعني هذا الانتشار وهذا التعمق للتسوق الإلكتروني هل استطاع أن يصل إلى أنه منافس للتسوق العادي؟ يعني أنك تسوق العادي بالنهاية له لذته، خلينا نقول له طقوسه، فيه الواحد بينزل بيشوف الأغراض يعينها على أرض الواقع، يلمس الأشياء، إذا كانت ملابس فبيقدر يجربها، بيقدر يشوف ملمسها، نوع القماش، إذا كانت حتى لو أجهزة إلكترونية بيقدر على الأقل إله شغل لي إياها، بدي أشوفها، بدي أجربها، هاللمبة بدي، يعني إلى أي مدى استطاع أن يكون منافس للتسوق التقليدي وأنت غير قادر، خلينا نقول، على معاينة حقيقية ومباشرة لهذه السلعة؟ حقيقة هذا بيعتمد على البائع أو بيعتمد على السلعة نفسها أيضا، مثل ما تفضل حضرتك أنه في بعض يعني مثلا الأقمشة والملابس، يعني مثلا أنا ما بحب أني أشتري قماش إلا أني أشوف ملمسه على الأقل، يعني بحب أني مثلا أخذ قماش قطني مثلا، فهذا الملمس ما ممكن يبين بالصور، ما ممكن يبين حتى بالشرح، خاصة أني أنا ما متخصص بموضوع الأقمشة، ما بعرف إيش تصنيفات الأقمشة، أسماء الأقمشة، تمام. ولكن مثلا أحيانا مثل ما تفضلت الأجهزة الإلكترونية، أحيانا فيديو واحد بيكون ناشره البائع بيغنيني كثير، بيغنيني عن كثير شغلات يعني حقيقة. هل يكون منافس ولا لا؟ فعلا يكون منافس بشكل شديد جدا، لأنه في كثير ممكن في كثير أشياء ما نحصلها بالمتاجر العادية أو الأماكن على الأقل القريبة منا، بس ممكن نحصلها عن طريق الإنترنت. أيضا الأسعار تختلف بشكل كبير جدا عن طريق الإنترنت، يعني ممكن نحصل السلعة تقريبا بأقل حوالي 20 أو 30% أحيانا من المتجر. فأيضا في عندي تنوع بالمنتجات بشكل كبير جدا. أنا ممكن أكون محتاج شيء يكون موجود بالمتجر اللي جنبي، بس ما هو نفس الشيء اللي أنا بفكر فيه. نعم. ففعلا في صار تنوع كبير جدا. وأيضا موضوع سهولة النقل، سهولة الدفع، سهولة كل هاي الشغلات سهلت بشكل كبير جدا على الشاري، بحيث أنه صار فعلا منافس للسوق العادي. يعني فعلا في نقطة مهمة أنت ذكرتها أستاذ خالد، وهي القدرة على مقارنة الأسعار. يعني أنا عندما أدخل إلى متجر عادي فأنا حشوف سلعة بهذا السعر، التسوق الإلكتروني بخليني أنا بتصفح قليل أقدر أشوف أسعارها في عدد كبير من المتاجر، وبالتالي بقدر خليني أعرف سعرها الحقيقي وهذا الاختلاف. بينما متجر واحد فأنا خلص هي سعرها 20، ما بعرف هي عن جد 20 ولا هي ممكن تكون موجودة. يعني مثل وقت كنا زمان كنا ممكن نضطر تفتل السوق كله سيرا على الأقدام بس على أساس أنه بركي بلاقيها أرخص، الآن بضغطة زر تستطيع أن تصل إلى خلينا نقول مقارنة في الأسعار. صحيح دكتور. وفي كمان موضوع الكوبونات أو الخصومات، يعني من فترة صارت معي شغلة أنه اشتريت شيء عن طريق الانترنت بعدين حصلت على رقم البائع نفسه، حبيت أني أرجع السلعة كانت فيها غلط، حبيت أني أرجع السلعة وأرجع أشتريها عن طريق المتجر نفسه، فقال لي لا هذا السعر خاص بالتطبيق. ففعليا حتى الكوبونات وهي الأشياء هي في لها ميزة كبيرة جدا بأنه بترخص حتى الأسعار. يعني جميل. أستاذ خالد، إلى أي مدى ترى أنه هذه السهولة بالتسوق، وفعلا خلينا نجي شوي لفترة الكورونا، الناس قاعدة كانت في بيتها، خاصة أولها خلينا نقول لما كان حتى الأعمال تعطل معظمها، وتستطيع بضغطة زر أنه تشتري، وأنت مثل ما قلت الدفع سهل لأنه عن طريق البنك وكريدت وكذا، إلى أي مدى هذه السهولة بيكون إلى أثر سلبي في أنه الواحد بيصير يعني يشتري أكثر وبيصير عنده حمى الاستهلاك،
لانه هو ما عم يستشعر انه اولا لا عم يتعب بالنزله على السوق ولا حاسس انه هيك عطى مصاري كاش فهو بحسها ما مبينه معه. فهذه السهوله الى اي مدى هي تصب في مصلحه البائع وتضر المشتري؟ والله هذا انت ضغط على الجرح يا دكتور. هذا الموضوع حقيقه يعني متعب ناس كثير حقيقه، لانه فعلا مثل ما قلت انه الموضوع سهل جدا، بتدخل بتشوف السلعه فورا بتدفع، ما حتى ما بتشوف انه الكارت او بحسابك بالبنك اصلا المبلغ بيكفي ولا ما بيكفي، ما بتعود اصلا بتحسب انه في عندك مصاريف ولا لا. يعني خلص، في التسوق الالكتروني حقيقه واحد من سلبياته انه هو يعني مدعاه لصرف الفلوس بطريقه يعني جنونيه. واحيانا حتى ايش من ايضا من السلبيات، او ممكن حتى نعتبرها من الايجابيات، انه في اشياء انا اصلا ما بكون محتاجها، بس انه اول ما اشوفها معروضه على التسوق الالكتروني بشوف والله انا ممكن احتاجها بيوم من الايام، فبصير انه خلص لازم اني اشتريها لانه ممكن انا احتاجها بيوم من الايام، فخلص لازم انا اشتريها. فهي السهولة حقيقة سببت ضرر لبعض المستخدمين، وخاصة أحيانا في بتصير حتى مشاكل عائلية ومشاكل بين الآباء والأبناء وهكذا. يعني فعلا كما تفضلت هناك أيضا موضوع الاقتراحات، أنه أنت عندما تضع أحد المنتجات في السلة الخاصة قبل أن تشتري، كمان هي هون المواقع دغري بتعطيك اقتراح أنه ما بدك جنب هالكمبيوتر، ما بدك ماوس. والله الماوس ينصح بها، فأنت بيصير نوع من التسلسل. حتى ما يضيق علينا الوقت، لأن هناك في سؤال مهم، ما هي أبرز مخاطر التسوق الإلكتروني؟ يعني ما هي كيف أضمن أنا أو أحمي نفسي من أنه يكون هذا البائع أصلا غير ثقة، وأنه أنا أدفع المصاري وما يصل هذا المنتج، أو ما أتم وبالنهاية يضيع حقي لأنه ما لي عارف أصلا أصل لصاحب العلاقة بالنهاية، بكون العلاقة كلها خلينا نقول افتراضية وعبر الإنترنت. صحيح، هذا الموضوع جدا مهم أصلا. يعني صار في أكثر من حادثة أمامي، حوادث احتيال. حقيقة موضوع التسوق الإلكتروني ممكن نعتبره سلاح ذو حدين، لأنه يعني ما ممكن إنه واحد بنفس الوقت يثق بالموقع بالبائع إلا بطريقة. أولا، في بعض المواقع أو التطبيقات المشهورة بتركيا بشكل خاص وبالعالم بشكل عام، يعني مثل أمازون، علي بابا، علي إكسبريس، هاي المواقع مشهورة بشكل عام في العالم بكامله. في عندنا بعض التطبيقات الموجودة في تركيا، هاي حقيقة الموثوقة، ما بعرف إذا أذكر مثل طبعاً تفضل. يعني في مثلاً هيبسي بوردا، ترينديول، إن 11، جيتي جديور، وفي أيضاً اللي هي التشيك سبتي. يعني حتى هاي موضوع التشيك سبتي ذكرني إنه من سهولة الأشياء أيضاً اللي سواها التسوق الإلكتروني، إنه صار في بإمكانك إنك ترسل هدية بدون ما تروح أنت أصلاً. نعم، وبالوقت الذي تريده. افتراضية هاي. فالموضوع، نرجع لموضوع الخطورة والسلبيات. يعني نحن لازم أول شيء نركز على موضوع التطبيق أو المنتج، التطبيق عفوا، أو الموقع اللي هو موثوق أصلا من قبل الدولة ومسجل بشكل رسمي. هذا أولا. ثانيا، هذا موضوع إذا بالموضوع الشراء الجديد طبعا. نعم. بموضوع الشراء المستعمل، في مثلا موقع اسمه صهيبندن. نعم. صهيبندن تقريبا فيه ضمانات انه ما تدفع الا عند الاستلام او هكذا، فممكن تقدر تفحص الشيء او هكذا، او يعني بشكل دقيق انه تعرف مدى جودة هذا المنتج اللي انت اشتريته وبعدين تدفع. جميل. في كثير بتنتشر بعض الاشياء على متجر فيسبوك،
حقيقة أنا ما بنصح إنه واحد يشتري بهذه الطريقة، يعني عن طريق فيسبوك مثلا. ممكن واحد يعني حصلت من فترة إنه كان في معروض ماشي وحتى اندفع قيمتها وبعدين لم تدخل بالكاجا أو ما كان في حتى عن حضر الرقم يعني. صحيح جدا. هاي الفكرة إنه خاصة عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الليتجو أيضا نفس طريقة الفيسبوك اللي هو متجر يعني، ولكن ما يعتبر مؤتمن بشكل كبير جدا. فهذا يعتبر هذا يفضل إنه نتعامل معه كالمتجر الحقيقي أو المتجر الفيزيائي. يعني سلم وسلم. حضرتك في إسطنبول خلينا أشوف السلعة المنتج. جميل جميل جدا. إذا كثير مهم نحن نركز على موضوع فعلا موثوقية واسم هذا. أنا كنت أحد ضحايا أحد المرات فعلا كما ذكرت عبر الفيسبوك أو بعض المواقع اللي هي كانت طاولة وفعلا لم تصل ولا لم يكن هناك طريقة للوصول إلى هذا الشخص. لذلك إذا هناك تطبيقات معتمدة أصبح لها ثقة عند المستهلك وإلى اعتمادية خلينا نقول، يفضل هون أنه الواحد فقط يلجأ إليها. أي شيء آخر كما ذكرت لازم يكون تسليم يدا بيد. أستاذ خالد، تحذير أخير دكتور كمان إذا سمحت لي، كمان في موضوع قراءة الأشكلما أو اللي هو الوثق تبع المنتج، كثير كثير ضروري للمستهلك أنه يقرأ إيش مواصفات هذا المنتج. يعني أحيانا مثلا بيكون معروض خاصة الصور بتخدع أحيانا. نعم. معروض مثلا كاميرا فوتوغراف بسعر ذهيب وشكلها جدا جميل وهذا وتطلع لعبة مثلا، هي لازم واحد بالوصف أكيد بيكون مكتوب إنه هذا المنتج ليس حقيقي أو لعبة أو كذا. فمن المهم جدا إنه واحد يقرأ الوصف أو جميل جميل جدا، يعني لأنه فعلا ممكن يكون حاطط صورة موبايل وهو يقصد أنه بده يبيع الكفر فالواحد بيقول لك أنه رخيص. إذن قراءة الأتشكلمة اللي هي التوضيح، قراءة أيضا ربما أضيف نقطة أخيرة قبل أن نختم، من قراءة تعليقات الناس أحيانا على المنتج أيضا تعطيك مؤشر أنه الناس اللي اشترت هذا المنتج كيف علقت وكيف قيمت هذا المنتج أو هذا المتجر. أستاذ خالد شكرا جزيلا على وجودك معنا، نورتنا في صباحك، شكرا على هذه الإضاءات. حياكم الله حياكم الله. أحبائي المتابعين نخرج إلى فاصل قصير، بعد ذلك حيكون عنا السؤال التفاعلي، هل استخدمتم التسوق الإلكتروني وهل تثقون في الشراء من خلاله؟ بعد الفاصل بإذن الله.